انا واقف في عرضك، انا في عرضك يا سعاده الباشا، احمينا من الراجل ده، اعمل معروف بقى. ايه اتكلم؟ عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا انا شفت بين رمي الجدة تبيه جدت يا ابني. الله 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 عيني فرقت الحكومة في عرضك. في عرضك يا باشا، في عرضك يا سعادة الباشا، في عرضك. احترم نفسك، حط العربية لحد ما يخلصوا بيع، واي حد يتعرض لهم، اي حد، خدوا على النقطة. اه يا فندم، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص وتعالى بص، اتنين ونص تعالى بص.